تعجز الكلمات عن وصف هذه التجربة. جميعنا ممتنون لوجودنا هنا ضمن هذه التجربة المميزة، كما أننا وجدنا كل ما نحتاجه هنا. يبقى لنا فقط أن نستغل هذه الفرصة لإكمال الحج والعمرة. الاستجابة للدعوة كانت إيجابية جداً، والجميع ممتن لوجودنا هنا. هذه التجربة تمنحهم فرصة التأقلم مع الحياة مجدداً بعد فقدان فرد من أفراد العائلة أو تعرضه لأي إصابة.